أثار مقطع فيديو من مقابلة إعلامية سابقة مع الفنان السعودي محمد عبده جدلا واسعا بعد أن ظهر فيه وهو يسيء لشخص والده. وفي التفاصيل ظهر فنان العرب وهو يتحدث عن والده للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وقال أن والده كان نخوذا بمعنى قبطان، لكنه لم يورث له شيئا إلا الكحة. وتسبب حديث محمد عبده عن والده بغضب بين المواطنين، إذ اعتبروه أن ما قاله مسيء لوالده ولا يجوز بحقه، مطالبين إياه بالكف عن المقابلات الإعلامية والاكتفاء بالغناء. وغالبا ما تثير تصريحات الفنان السعودي بين الحين والآخر جدلا بين المتابعين، واتهموه بأنه لا يحسن الكلام ولا يتمكن من إيصال المعنى بالشكل المطلوب. وسبق أن تحدث محمد عبده البالغ من العمر 74 عاما عن بداياته الفنية ومعاناته من الفقر، خاصة بعد أن فقد والده وهو طفل في سن 6.